قبل ما تفضجوا الفيديو خوتي ما تنساوش تابونيو فلاشان وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كامل جديد من عند قناة ميديا ديزاد. السلام عليكم خوتي، معكم اخوكم شرف الدين كالعادة يا خوتي. وش حنقول لكم؟ والله غير مرض بينا خلاص. خبر جديد كالعادة يا خوتي، طغوا عليه باللايكات، اللايكات تاعكم يا الجزائريين، وخليوا تعليقات وخليوا رد على امريكا، على الكونغرس الامريكي بالتحديد يا خوتي، لانهم زادوا داروا حملة من اجل معاقبة الجزائر. راكم تشوفوا يا جدك، العالم كامل وضدنا، العالم كامل وعقاب الجزائريين، ما فهمناش علاش يشوفوا غير في الجزائر قدامهم. يو جامي نطيحوا احنا الجزائريين، واللي يغلط معانا يخلصها من الاخر. هذه هي، اللي ما عجبوش الحال يخبط راسه على الحيط. بعد هذاك النائب البرلماني يا خاوتي اللي طالب جو بايدن بمعاقبة الجزائر وإدخالها كما نقولوا فريق تاع أعداء أمريكا وما على باليش، بسبب العلاقات مع روسيا وبسبب الأسلحة، كانت بسبب الأسلحة يعني، الآن جت حملة أخرى من قبل سيناتورة أمريكية يا خاوتي جديدة اللي اسمها ليزا ماكلين. كما راكم تشوفوا هنا يا الجزائريين، حملة داخل الكونغرس الأمريكي لمعاقبة الجزائر. طالبت السيناتورة الأمريكية ليزا ماكلين، تهلاو فيها في التعليقات خاوتي، بفرض عقوبات كبيرة، يعني قلت لك عقوبات كبيرة بزاف على الجزائر، على خلفية دعمها لرئيس روسي فلاديمير بوتين بمواصلة شراء أسلحة من روسيا. وش مدخلكم فينا؟ وش مدخلكم فينا؟ الجزائر عندها السيادة تاعها، تشري سلاح منين تحب، هكذا مليحة. شفتوا يا خاوتي، فهمتوا الآن باللي ما كانش دولة تحكم في الجزائر، فهمتوا الآن باللي الجزائر تحكم بأحكامها، كشغل راهي تدير في عفايس الدول كاملة راهم ضدها فيها، لكن مكملة في الطريق تاعها. كملي هكذاك يا الجزائر. وتقود عضوة الكونغرس ليزا ماكلين اللي هي ممثلة الحزب الجمهوري عن ولاية ميشيغان مجموعة من زملائها من الحزبين للمطالبة بفرض عقوبات على الجزائر بسبب شرائها أسلحة روسية معتبرة ذلك انتهاكا لقانون مكافحة خصوم أمريكا. هذا هو القانون يا خوتي، حابين يدخلوا الجزائر في هذا القانون تاع مكافحة خصوم أمريكا، وبالتالي يقومون بفرض عقوبات اقتصادية كبيرة بزاف على الجزائر. يا ونقولكم حاجة، دزوا معاهم من الأخر. وتعد هذه المرة الثانية التي يتم فيها المطالبة فيها بمعاقبة الجزائر بعد رسالة أولى وجهها السيناتور الجمهوري ونائب رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأمريكي ماركو روبيو لوزير الخارجية تاع بلاده، يدعو فيها إلى فرض عقوبات على الجزائر. هيا فهمونا يا الجزائريين، دركا كي نقولوا بلي الجزائر مستهدفة يجيونا ناس في التعليقات ويقولونا راكم تتخايلوا وهذا ما كاين والو والأمر هو أمر عادي وكذا. ودركا وش راح تقولوا؟ هيا وش راح تقولوا يا جماعة اللي جيوا في التعليقات تقولوا الجزائر ما هيش مستهدفة واحد ما هو سامع بها؟ ياو الجزائر ولات كيما نقولوا حجرة في الصباط لهذه الدول، خاصة دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا، هذو ما نتفاهموش معاهم وما راحش نتفاهموا أبدا، بيناتنا علاقات اقتصادية. سلام عليكم. بعض الدول صح كيما إيطاليا، هذيك الدول تستاهل شوية لأنه إيطاليا واقفة مع الجزائر، يعني كاين علاقات اقتصادية كبيرة مع الجزائر تستاهل، ولكن كاين دول أخرى ما تستاهلش من الأخر. وقالت النائبة في رسالة إلى وزير الخارجية أنطوني بلينكين، علاقة الجزائر المتنامية مع روسيا تشكل تهديدا لكل دولة في جميع أنحاء العالم. هنا حساب النائبة ليزا ماكلين كما تشوفوا تقول بأنه يجب معاقبة الجزائر فورا. لكم شفتوا فورا، ها شوفوا خاوتي، نكملوا. وجاء في رسالة، نكتب إليكم اليوم للإعراب عن قلقنا بشأن التقارير الأخيرة عن العلاقات المتنامية باستمرار بين روسيا والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وذكرت في رسالة أنه في العام الماضي فقط أبرمت الجزائر صفقة أسلحة تزيد قيمتها عن 7 مليارات دولار مع روسيا، تضمنت طائرة مقاتلة روسية متطورة لم يتم بيعها من قبل.
فهمتوا الآن؟ ستتأكدوا يا الجزائريين بلي كاين أسلحة باعتها روسيا للجزائر زكارة في أمريكا، زكارة في الاتحاد الأوروبي. هاك يا جزائر أسلحة واحد مكسبها، هاك يا الجزائر. هي على بالي وش هذه الأسلحة، نحكيو على الصوخوي 57 ونحكيو على الأس 400 والأس 500، راهو في الطريق، راهو يطبخ على نار هادئة. المهم يا خاوتي، وطالبت ماكلين من بلينكين بضرورة تسليط العقوبات على الحكومة الجزائرية، وقالت إنني أدعو الوزير بلينكين إلى تنفيذ العقوبات وإرسال رسالة مفادها أن الولايات المتحدة لن تتسامح مع الدعم الدبلوماسي لنظام بوتين الاستبدادي. وأشارت إلى أن الكونغرس أقر في 2017 قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات. يوجه هذا التشريع رئيس الولايات المتحدة لفرض عقوبات على الأفراد الذين عن علم ينخرطون في صفقة مهمة مع شخص يمثل جزءا أو يعمل لصالح أو نيابة عن قطاعي الدفاع أو الاستخبارات في حكومة الاتحاد الروسي. كيشغل أي واحد يقوم بإبرام صفقة مع روسيا تتم معاقبته يا خاوتي. في بالهم الجزائر هي المغرب في بينهم الجزائر هي بنو صهيون يا الجزائري راسو خشين، والله راسنا خشين بزاف حنايا. تقولوا لنا هكذا نديروا لكم هكذا، دوك نزيدوا نشريو بسبعة ملاير واحد اخرين، خد راهم دراهمنا جايبينهم من الغاز تاعنا ومن البترول تاعنا، نشريو واش حبينا، نعمروها سلاح يا سيدي، افريقيا نغزوها بالسلاح، واش مدخلكم ايا واش مدخلكم يا اخي؟ عباد يا اخي، والله يا خوتي غنا هبلوا بالجزائر، الناس كامل يعقب الجزائر الان، الناس كامل تحكي في الجزائر، الصفحات الاعلام الكونغرس يا ودي خلات. ومن بعد يجيك واحد مكعب في التعليقات يقول لك الجزائر ما كاين والو، ما تمثل والو، حاجه بلادو يا خوتي. يا الجزائر قوه، كي نقولوا الجزائر قوه معناها قوه من الاخر. وأضافت قام رئيس بتفويض سلطة العقوبات إلى وزير الخارجية بالتشاور مع وزير الخزانة. من الواضح أن صفقة شراء الأسلحة الأخيرة بين الجزائر وروسيا ستصنف على أنها صفقة مهمة بموجب قانون مكافحة الإرهاب، شغل صنف روسيا أنها تدعم الإرهاب. ومع ذلك لم تضع وزارة الخارجية أي عقوبات بشأنها. وتعتقد السيناتورة الأمريكية أنه من الأهمية بمكان أن يستعد رئيس بايدن وإدارته لمعاقبة أولئك الذين يحاولون تمويل الحكومة الروسية وآلتها الحربية من خلال شراء المعدات العسكرية. شفتم ليح الخبر يا خوتي؟ على بالي قلقكم، على بالي استفزكم، بصح نقولكم حاجة يا الجزائريين، والله الدولة تاعنا راهي في طريق صحيح، صدقوني يا الجزائر راهي في الطريق الصحيح، رانا ملاح ما دام الناس كامل راهي تتكالب علينا، رانا ملاح. هذه هي، هذا واش نقول لكم من الخبر هذا، افهموها مليح. ونقول لكم حاجه، يدزوا معاهم يعاقبونا كيما يحبوا، يعاقبونا اقتصاديا، يعاقبونا سياسيا، يعاقبوا كيما يحبوا. الجزائر لن تسقط ابدا، خيرانصا 130 سنه وما قدرت لناش، في الاخير اعطيناها طريحه، ما قدرتش تبدل الفكر الجزائري. هادو حابين زعما يعاقبونا بعقوبات صغيره. الجزائر عندها البترول تاعها، عندها الغاز تاعها، عندها الثروات تاعها، عندها اولادها، عندها رجالها، عندها الشباب تاعها اللي نفتخروا بهم. نعم هذه الجزائر، صدقوني الجزائر كنت تعول صح من على 20 سنه تكون دوله اخرى، خلاص ما نعرفوهاش، ما نزيدوش نعرفوها، خلاص فقط الامكانيات للشباب وخليهم يديروا طريق. دوك تشوفوا شي صرا في الجزائر. المهم يا خاوتي، نتلاقاو في فيديوهات قادمه، راكم تشوفوا الناس كامل هبلت بينا، الناس كامل مرضت بينا، قال لك عقوبات يا عاقبوا كيما حبيتوا، عاقبوا كيما حبيتوا، ها يا ترى. نتلاقاو في فيديوهات قادمه خاوتي، السلام عليكم. وفي الاخير ما تنساوش ديروا لنا جيم وتشاركونا رايكم في التعليقات. سلام.